بمدينة برشيد وبالمدخل واحد. هنا تقطن خولة من ذوي الاحتياجات الخاصة. منذ ولادتها وخلال فترة نشأتها عرفت حياتها تغيرات عديدة نتيجة خطأ طبي، لكن ذلك لم يكن حاجزا لها بل قوة ضاربة للتعريف عن نفسها وأنها مثل غيرها. هذه الجائزة ديالي خديتها في مقاطعة معاش بحي محمدي، قدمها لي العامل وأنا مفتخرة بزاف بهذاك النهار وفرحت بزاف لأن الناس فرحوا معايا. أنا بالعكس أنا من نوع اللي ما عزيزش عليا اللون الأسود، وبحال هاد الرسمة حد ضروري ندير لها اللون الأسود كتمثل على امرأة حزينة ما فهمتش علاش درتها ديك اللحظة. فتاة تحدت إعاقتها، حلمها أن تصبح مهندسة معلوميات تمكنت من إنشاء موقع على اليوتيوب لتوري العالم أن الإعاقة ليست في الجسد وإنما في الروح وخور الهمة. كنشوف راسي كنعطي مثال حي للشخص من ذوي الاحتياجات، خاصة كشخص فعال في المجتمع، وهاد الفكرة جاتني وبغيت نديرها. أنا العشرين ديالي بعد سميتها خولة قوة الإرادة، كنت أخطيب بها الكونسيب ديال القوة والإرادة، وكنت في الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة غير مباشرة، ما كان خاطبوش بصفة أنت، كان نحاول نوصلني الفكرة ونوصلني المعلومة بطريقة غير مباشرة ونعلم الناس كيفاش يتعايشوا مع شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفاش يعرفوا معنا شخص من ذوي الاحتياجات. رغم الصعاب التي يواجهها ذوي الاحتياجات الخاصة إلا أن خولة لم تكن مثلهم، بل اعتمدت على نفسها في متطلبات الحياة اليومية والحياة المدرسية أيضا رغم مشاكل التنقل ونظرة الناس لها. تعرضت للتنمر منه مثلا، ممكن شي سكرانة هلوكا هذيك الجملة اللي ما واقع، أنا كجيني معاقة دي ولكن معاقة كجيني شوية. أنا كشخصيتي بالعكس عندي داكشي بانال وداكشي ما كنديهر فيه. أنا كننصحهم أشخاص الآخرين ما يقدروش دقيقة يتلبسوا دقيقة ينكاسوا، وعلاش هادشي؟ علاش ما نعاونوش بعضياتنا؟ علاش ما نعطوش بعضياتنا القوة؟ ما نعطوش بعضياتنا الدم؟ عندما تتوفر الإرادة القوية يستطيع المرء أن يتجاوز العقبات ويحقق النجاح مهما كبلت جسمه القيود، كخولة التي لا تفارق الابتسامة محياها وتعتبر مثالا للتفاؤل والنجاح.